نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بناقدنا الرياضي الزميل العزيز محمد ديك الحديث عن تناول الصحافه الرياضيه لمباراه اليوم. مساء الخير يا محمد. مساء الخير عليك كابتن ايمن، وتحياتي لحضرتك وتحياتي للساده المشاهدين. ان شاء الله النهارده فرصه قويه للنادي الاهلي ان شاء الله، يا رب، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله، ويبقى يعني بشره خير ويحقق ان شاء الله كل طموحات الافارقه والعرب والمصريين ان شاء الله باذن الله رب العالمين. النهارده يا كابتن في اهتمام كبير قوي بالصحافه، سواء المحليه او السعوديه او حتى البرازيليه كمان والعالميه. ماتش يجمع بين بطل كوبا امريكا وبطل الافريقي. النهارده فرقه عندهم نفس الدوافع، ان كانت النادي الاهلي عنده دوافع اكتر بظل وجود الجماهير ان شاء الله اللي تبقى متواجده ان شاء الله النهارده، سواء الجمهور السعودي او الجمهور المصري. عارفين طبعا الفلومينزي اول مره يتاهل لنهائي كاس العالم، عنده طموحات لنهائيات كاس العالم الانديه، عنده طموحات ان هو يتاهل للنهائي. كمان النادي الاهلي دي سادس مره يشارك في نصف النهائي، نتمنى ان شاء الله ان هو يتاهل ويحقق المأمول منه للجماهير الافريقيه والجماهير العربيه والجماهير المصريه. كابتن النهارده نبدا من اخر حاجه، من ساعه بالظبط كان في مؤتمر الصحفي لماتش مانشستر سيتي. من الحاجات الكويسه الناس لازم تعرفها قيمه وحجم النادي الاهلي، زي مدرب زي بوب جوارديولا يسيب المؤتمر الصحفي ويتكلم عن جزئيه النادي الاهلي ويقول ان النادي الاهلي فريق كبير جدا، وشفت مباراته قدام الاتحاد. قال لك كمان في حاجه تانية، انا كنت في القاهره الصيف اللي فات وشفت مدى شغف جماهير النادي الاهلي بفرقتها. أيوه. وعارف ان جمهور النادي الاهلي دي برضه معانا اهو، وقال انا ما اتفاجئتش ان النادي الاهلي بيقدم هذا الاداء رغم النجوم الكبيره اللي موجوده في نادي الاتحاد السعودي. أيوه. الحاجه الثانيه يا كابتن، قال ان جمهور النادي الاهلي له عامل السحر بالنسبه للفريق. صحيح. ودي من الحاجات الكويسه النادي ان الناس كلها او الجماهير المصريه والعربيه والافريقيه تعرف قيمه النادي الاهلي، والنادي الاهلي وجوده في المحافل الدوليه مش باب صدفه او مش من ضربه حظ. صحيح. ده نتيجه مجهود وتعب لعيبه وتاريخ كبير بيسطره النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله ان هو النهارده يضع الخطوه الاولى في كتابه تاريخ جديد ان شاء الله بالعالميه ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. برضه كابتن من الحاجات الثانيه، موقع الفيفا عندنا باسكال بوهلر، ده خبير حراس المرمى في اللجنه التابعه للدراسات العليا الفنيه للفيفا. كان بيتكلم كابتن عن مباراه الاتحاد جدة السعودي مع النادي الاهلي ومحمد الشناوي تحديدا. قال يا كابتن نفس اللفظ، قال ان الاهلي لعب مباراه رائعه، وقال ان النادي الاهلي عمل ضغط على فرقه اتحاد جده، وكريم بنزيما لم يظهر في ظل وجود خط وسط مميز. يعني هو تحدد كمان، حدد مروان عطيه، وقال ان مروان عطيه اللي هو خد رجل المباراه في الماتش ده يا كابتن، اللي هو قدم مباراه قويه جدا جدا، وتطرق للحارس محمد الشناوي حتى بيسالوه، قال لو محمد الشناوي مصد ضربه الجزاء قدام كريم بنزيما كان ممكن تتغير النتيجه؟ قال لهم كان ممكن تتغير، بس يدل وجود حارس مرمى زي محمد الشناوي صد ضربة قبلها انفراد تام قبل الكرة دي هي. صحيح. فيدل ان حارس المرمى نص الفريق محمد الشناوي بيقدم مستويات مميزة مع النادي الاهلي بشكل عام. صحيح. ننتقل يا كابتن بعد كده للصحافة البرازيلية. الصحافة البرازيلية كابتن في اهتمام على بالماتش ده تحديدا، لاول مرة الفريق ده يشارك. مظبوط. كان النهارده كمان في تصريحات قوية للقائم باعمال رئيس اتحاد الكرة في البرازيل. خوزيه دي جيسوس بيتكلم ان هو بيتمنى التوفيق لفريق فلومينينزي في اول مشاركه ليه، وقال كمان ان جميع البرازيليين واقفين خلف الفريق ان هم بيلعبوا قدام بطل افريقيا. برضه كابتن في موقع البي ان ان بريكنج بيتكلم عن مارسيلو، طبعا عارفين مارسيلو بخبراته الكبيره، قال ان هو بيتطلع لمجد جديد. طبعا مارسيلو يمتلك مثلا اكتر من لقب في كاس العالم للانديه، بس حظه وقع ان شاء الله قدام النادي الاهلي النهارده. نتمنى ان شاء الله النهارده ما يكونش الحظ معاه، ونتمنى ان شاء الله النهارده النادي الاهلي يوقف مسيره مارسيلو. ومن الحاجات الثانيه برضه كابتن بيتكلم، موقع تريفيليا بيتكلم على كانو ده كابتن من ابرز المهاجمين في امريكا الجنوبيه. صحيح. هو ارجنتيني بالمناسبه. وارجنتيني صحيح. بيتكلموا ان العالم كله النهارده هيعرف مين اللاعب دوت، ان هو عنده 35 سنه. بالزبط. يعني كبير في السن. هو بيتكلموا ان هو عشان هو كبير في السن، بس ارقامه يا كابتن مذهله. بالزبط. مع الفريق. بالظبط. نتمنى ان شاء الله النهارده ما يظهرش خالص، ودفاع النادي الاهلي يعمل معاه زي ما عمل مع بنزيما ان شاء الله، وما يظهرش في الماتش ان شاء الله باذن الله رب. برضه يا كابتن من الحاجات الثانيه برضه، الموقع البرازيلي كان فلو نيوز بيتكلم عن كينو طبعا كلنا عارفينه، اللي هو كان لعب قبل كده في بيراميدز، ويتكلم يا كابتن النهارده بشكل محترم جدا جدا عن النادي الاهلي. انا لعبت قدام الاهلي مرتين. مظبوط. وسجلت قدامه، بس قال ان هو فريق قوي جدا ورائع. أي. ويمتلك لعيبه مميزين، وقال اتمنى
ان النهارده يعني بالنسبه لنا ما يبقوش في الحاجه اللي انا كنت اعرفها بحالتهم بالظبط. برضه كابتن موقع فيفا بيتكلم على فليب ميلو، فليب ميلو ده كابتن لعبناه قبل كده مع ده اللي ضيع البنالتي قدام الشناوي بالظبط، هو بيتكلم ان هو عن الماتش ده تحديدا صحيح. قال احنا كنا وقتها كان في جائحه كورونا ولم نستعد للمباراه دي بهذه القوه هاي. لكن النادي الاهلي فريق قوي جدا ويمتلك لعيبه مميزين ومدرب مميز. برضه كابتن انتقل على الصحافه السعوديه النهارده برضه بتكلمت بشكل كبير قوي وافردت صفحات كبيره قوي لماتش النهارده، بيتكلموا على الحلم، نهائي الحلم سواء للنادي الاهلي او لنادي فلومينينزي، بس بيتكلموا ان النادي الاهلي عنده حاجتين، عنده عنصر الخبرات بالمشاركات في عدد المشاركات مقارنه بمشاركه فلومينينزي اللي هو اول مره، الحاجه التاليه الجمهور صحيح، وربنا يكرمنا ان شاء الله كمان بتوفيق ربنا يا رب، ويكون النادي الاهلي النهارده في حالته وان شاء الله يكمل مسيرته للنهائي ان شاء الله ان شاء الله. برضه يا كابتن في صحيفه البلاد بيتكلموا على فكره ان النادي الاهلي يسعى لانجاز تاريخي، وصول النادي الاهلي للنهائي النهارده هيبقى انجاز تاريخي للكره الافريقيه صحيح. والكره المصريه والكره العربيه. نتمنى كمان فكره الصحافه السعوديه يعني اديت لك كده حته فكره ان النادي الاهلي دي المره السادسه ليه لم يتاهل للنهائي، يعني لعب قبل كده 5 مرات جاء يعني التوفيق ما حلفوش، منهم 3 مرات خدنا فيهم الميداليه البرونزيه، نفسنا ان شاء الله نتاهل ان شاء الله باذن الله نتاهل ان شاء الله وكل نصيب ان شاء الله في الاول او الثاني ان شاء الله. الحاجه الثانيه برضه يا كابتن بيتكلموا على ماتش الفلومينز والاهلي سنه 61 مزبوط. يعني برضه الصحافه السعوديه مزبوط. ادتنا كده حته برضه كان ماتش ودي يعني كان ماتش ودي، وكان الماتش دوت فيه بعض القرارات التحكيميه أي. حتى الصحافه المصريه وقتها أي. اتكلمت ان الحكم بقراراته أي. اثار حافزه الجمهور وسابوا الماتش ومشوا أيوه. يعني برضه اعتقد الصحافه السعوديه اغفلت هذه الجزئيه برضه يا كابتن. من الحاجات اللي اتكلموا فيها فكره ان الفريق خاض نيران واحد امبارح والمدرب اخفى الخطه بتاعته، مدرب دينينز اللي هو مدرب فني بتاع فلومينسي، هو على فكره دلوقتي قائم باعمال مدير الفني لمنتخب البرازيل مؤقتا يعني صحيح. وبيتكلموا كمان ان في تدريبات خاصه على الكرات العرضيه أي. الاستغلال الهجوم بتاعه القوي والاطوال مقارنه بلعيبه النادي الاهلي صح. برضه يا كابتن من الحاجات اللي اتكلمت عليها الصحافه السعوديه النهارده فكره ان النادي الاهلي هيدخل النهارده المباراه بروح معنويه مرتفعه بعد الانتصار الكبير اللي حققه على فريق الاتحاد. هم ما استبعدوش فكره ان هو مقارنه النجوم اللي هنا والنجوم اللي فرقه الاتحاد، قال النادي الاهلي استطاع ان هو يقهر الاتحاد السعودي بنجومه، فمن يعني ان شاء الله يكون توفيق ربنا النهارده معاه ويحقق الفوز ان شاء الله. ننتقل على الصحافه المصريه كابتن، الصحافه المصريه برضو النهارده بتتكلم عن فكره الحلم والتاريخ وفكره ان النادي الاهلي عنده طموحات وقدرات ان هو يتخطى فكره الفلومينينزي السامبا البرازيليه والحاجات اللي زي كده، بيتكلموا على فكره مارسيل كولر ذاكر كويس جدا الفريق وحفظ اللعيبه المهام الموكله ليهم داخل الملعب، وحذر من فكره الاندفاع الهجومي وترك مساحات للعيبه يعني ضيق عليهم مساحات. طبعا انا مش هتكلم في الفنيات بس الزملاء في الصحافه متكلمة عليها دي نقطة عيب دي نقطة عيب في المنينسي على فكرة بالظبط يعني هم بيهاجموا بطريقة غريبة جدا وكثافة عددية كبيرة جدا بالظبط وورا تلاقي مساحات كتير جدا فاضية والحاجة التانية برضه يا كابتن اتكلموا فيها في الصحافة المصرية ارتفاع الأعمار السنية أو المعدل الأعمار السنية للعيبة في المنينسي، بتتكلم في 11 لعيبة كابتن فوق ال 30 سنة بس في 3-4 في الملعب بيعملوا توازن بالزبط. يعني منهم اندريه مثلا اللي هو مرشح انه يروح ليفربول، ده لعيب هايل جدا بالزبط. جدا هنشوفه النهارده على الطبيعه يعني فمش هتكلم في التفاصيل، هسيب لحضراتكم والكباتن يتكلموا في التفاصيل الفنيه، بس ان شاء الله النهارده يبقى ماتش على قدر الامال وقدر الطموحات والنادي الاهلي زي ما الناس كلها بتتكلم يا كابتن حتى النهارده في الجمهوريه الناس بتتكلم الاهلي في النهائي يا رب وزعيم النادي زعيم القرن في افريقيا رفع طموحات الجماهير صح. الافريقيه والنادي الاهلي عودنا ان مفيش حاجه اسمها مستحيل صحيح وزي ما انت حضرتك الماتش اللي فات اللي هو كولر 11 ضد 11 صح والكره لا تعترف الا بتوفيق ربنا والمجهود والاداء داخل الملعب مظبوط صحيح ونتمنى التوفيق ان شاء الله يا كابتن للنادي الاهلي النهارده يا رب ويبقى يعني بشرة خير ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان النادي الاهلي بيلعب في اسيا ومن الحاجات الكويسه ان هو دايما في الدول العربيه النادي الاهلي بيقدم مباراه كويسه وشوفنا قدام بايرن ميونخ وقدام ريال مدريد للفرقه اللي لعبت قدام نجوم زي دول اعتقد ان هو من السهل ان شاء الله مع توفيق ربنا وتركيز اللعيبه ودعم الجمهور ان شاء الله النهارده بقى النتيجه تكون في صالحنا ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله شكرا يا ديك شرفتنا شكرا جدا ولينا لقاء اخر بعد المباراه ان شاء الله بعد الماتش والاهلي منتصر ان شاء الله شكرا طبعا.